يعني هي واحدة من أحسن المباريات منذ بداية الدورة. يعني ديربي شمال إفريقيا، ديربي عربي كبير وكبير جدا. من اليوم بدأت المباريات الكبيرة بكل صراحة، من مباراة مصر الجزائر بدأت المباريات الكبيرة والمباريات الممتعة والمباريات يعني الشيقة. شفنا أعلن عن ضرب الجزاء، ضرب الجزاء كانت صحيحة حتى لأن الفار هو الذي يساعد، لولا الفار لكان بلاك ما يعلنش عن ضرب الجزاء. ولكن شفنا ضرب الجزاء كان طاكل على رجل المهاجم المصري، يعني ضرب الجزاء مستحقة. شفنا بطاقات، يعني تقريبا كل البطاقات اللي أخرجهم كانوا مستحقين. لازم نكونوا رياضيين ونكونوا فير بلاي، كانت مستحقة يعني. وكلهم تقريبا كلهم بتدخل خطير، يعني اللي كان يلعبوا كانت هناك اندفاع بدني كبير. لهذا أنا نقول الحكم أدى دوره كما ينبغي بكل صراحة. يعني أنا شفت المباراة تحليلي الخاص أن الحكم لم يظلم الفريقين، لم يظلم من جميع النواحي وعرف كيف يسير المباراة. أنا ضد هذه البطاقات. الفريق لا يحتل المرتبة الأولى من أجل البطاقة. وأنا عارف أن الفيفا دارت الفير بلاي من أجل امتصاص خشونة الفرق المنتخبات داخل أرضية الميدان. يعني عارفة أن البطولة العربية فيها حساسية كبيرة، فيها حسابات كبيرة، دارت هذه لكي لا يكون هناك التحام كثير بين اللاعبين.